الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الإطلالة الجميلة وفي هذه الليلة المباركة، أحد ليالي مهرجان الثقافات والشعوب الحادي عشر، تتشرف الجامعة الإسلامية باستضافة جهات أخرى متعددة تشارك في هذا المهرجان بهدف التوعية وبهدف نشر الثقافات المجتمعية التي والأشياء التي يحتاجها المجتمع. في هذه الليلة سنستضيف النقيب ضيف الله عتيبي، مسؤول عن التوعية بأضرار المخدرات في جناح الحرس الوطني السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية بالحرس الوطني تقدم دورها في المشاركة المجتمعية ضمن مهرجان الثقافات والشعوب الحادية عشر بالمشاركة المجتمعية تماشيا مع مكافحة المخدرات آفة العالم أجمع. لما نتكلم عن المخدرات، المخدرات في البداية تمر بطرق تصنيع، المخدرات الطبيعية مثل الألقات وثمرة الخشخاش، المخدرات النصف تصنيعية مثل الهيروين والكوكايين، المخدرات الكيميائية مثل الميثامفيتامين وحبوب الكبتاغون. لما نسأل سؤال ليش الشخص جرب يتعاطى المخدرات للمرة الأولى، أخذته العزة بالإثم في أنه يجرب لمرة واحدة، ولما جرب ما قدر يترك المخدرات. فالنصيحة لا تجرب أنك تستخدم المخدرات. سنتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن مفهوم المخدرات وأنواعها، ومفهوم المؤثرات العقلية، ومفهوم الإدمان، ومن هو الشخص المدمن، وكيفية التعامل مع هذا الشخص الذي حقيقة تعج به المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وأنتم تعلمون أن هذا الداء الوبيل الذي انتشر في العالم جميع الدول تحاربه، وجميع المؤتمرات في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية تحارب هذه الآفة الخطيرة التي تنتشر وتحارب في نفس الوقت. لكن هناك شيء هو أهم من هذه المحاربة، ألا وهي التوعية بأضرار هذا الداء. نترك الحديث للنقيب ضيف الله يتحدث لنا بحكم تخصصه عن هذا الداء الوبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم السلامة من هذا الوباء. تفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدايه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ووزير الحرس الوطني لاتاحه هذه الفرصه في مشاركتنا المجتمعيه ضمن مهرجان الثقافات والشعوب الحادي عشر. شعبه الامن الوقايه من المؤثرات العقليه تقدم دورها في المشاركة المجتمعية ضمن جهود الدولة في مكافحة آفة المخدرات. لما نتكلم عن المخدرات، كافة المجتمعات تكافح هذه الآفة، ولكن دورنا كمسلمين في البداية، يعني في مجتمعات ما يكونوا مسلمين ولكن يكافحوا المخدرات، لكن حنا يكون المكافحة لازم تكون مكثفة. والسبب إنه الشخص اللي يتعاطى المخدرات راح يقصر في كافة عباداته، راح يقصر في بر الوالدين، راح يقصر في ذكر الله، راح يقصر في كافة أمور حياته. فالواجب علينا أن تكون المكافحة مكثفة عن هذه الآفة. في البداية راح أتكلم عن الحكم الشرعي لهذه المخدرات أو تعاطي المخدرات. وأولا نبدأ بكتاب الله والأدلة الموجودة في كتاب الله على تحريم تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية.
أول هذه الأدلة قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الدليل قاطع على أن الله يحرم علينا هذه المواد، محرمة محرمة محرمة، لأنها تعتبر من الخبائث. أي شيء يستخدمها الشخص يؤثر على عقله أو يفقد سيطرته أو يغيب وعيه يعتبر من الخبائث. أيضا الدليل الآخر ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، يعني لما نتكلم عن المخدرات، المخدرات أي شخص أدمن على المخدرات اقترف ذنوب ومعاصي كبيرة، منهم من قتل والديه، ومنهم من قام بجرائم قتل أو جرائم انتهاكات وجرائم قوية والسبب تعاطيه لمادة المخدرات. طيب لما نتكلم عن التعريف العلمي لمادة المؤثرات العقلية، والمؤثرات العقلية يندرج تحتها مسميات كثيرة اللي هي المخدرات والمسكرات والمخدرات اللي هي في الأساس أدوية ولكن أدرجت من ضمن المخدرات. المؤثرات العقلية هي كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على مواد مخدرة أو منشطة أو مهلوسة، ما من شأنها استخدامها لغير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة لها أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان الذي يضر الصحة الجسمية والنفسية. تعريف أو مفهوم بسيط للتعريف هذا أنه المخدرات لها فوائد طبية، ولكن اللي يدمن على المخدرات بطرق غير نظامية هذا يعتبر إدمان على هذه المؤثرات العقلية. سوء استخدام الأدوية الطبية يندرج تحت استخدام المؤثرات العقلية أو المخدرات. فلما نتكلم عن سوء استخدام الأدوية، الدواء في الأساس يكون مركب من المخدرات، ما هي كل الأدوية ولكن بعض الأدوية تحتوي على نسب من المخدرات مثل المركبات الطبيعية والمركبات الصناعية. تكلمنا الآن عن التعريف للمؤثرات العقلية، راح نتكلم عن الإدمان على تعاطي المؤثرات العقلية. كيف نقول إن الشخص أدمن على المؤثرات العقلية؟ هي الحالة التي تنشأ على التعاطي المستمر من تفاعل العقار في جسم الإنسان. خلاص الشخص إذا جرب لمرة واحدة يبدأ هناك تفاعل بين جسم هذا الإنسان وبين هذه المادة المخدرة. فإيش يصير؟ يصير هذا التفاعل مرتبط بأن تعدل مزاج هذا الشخص مرتبط بتعاطيه المخدرات، فلازم أن يتعاطى المخدرات عشان يقدر يعيش حياته. فهذا التفاعل يكون مربوط بأشياء وهمية من ضمنها السعادة الوهمية. الشخص لما يتعاطى المخدرات يحس أنه هو في سعادة، ولكن هذه السعادة ليست بصحيحة، هذه السعادة تعتبر وهمية. نتيجة إيش؟ نتيجة أنه إذا انقطع عن هذه المادة سعادة انقطعت، فهو لازم أن يتعاطى، وكل مرة لازم أن يزود الجرعة عشان يحصل على هذه السعادة الوهمية. فهذا هو السبب في تعاطي المخدرات، الإدمان مع زيادة الجرعات، كل مرة يزيد الجرعة يزيد الجرعة يزيد الجرعة. إذا وصلنا إلى زيادة الجرعة وصلنا إلى إيش؟ وصلنا إلى الهلاك. ليه؟ لأن الشخص أول ما يتعاطى يتعاطى كمية بسيطة، لكن المرة الجاية لازم يتعاطى كمية أكبر وكمية أكبر وكمية أكبر. ممكن بعضهم لا قدر الله يعني يصير لا قدر الله بسبب زيادة الجرعات تلف في كافة خلايا المخ بسبب زيادة الجرعات من مرة واحدة. ليه؟ لأن الجسم ما يتقبل هذه الجرعات أو كمية الجرعات على هذا الجسم.